إذن مشاهدينا الكرام، أنتقل وإياكم إلى مراسلنا من الأنبار أحمد فلاح. أهلا بك زميلي. بداية اطلعنا على تفاصيل زيارة رئيس الوزراء العراقي السيد محمد الشيع السوداني إلى الأنبار، كيف جرت وما هي ردود فعل الشارع الأنباري حولها؟ تفضل. نعم، مرحبا زميلتي، تحية لك ولكل السادة مشاهدي قناة تغيير الفضائية. شهدت محافظة الأنبار صباح هذا اليوم زيارة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني برفقة وزير الصحة ووزير الكهرباء ووزير الإعمار والإسكان والبلديات، وكان في استقباله محافظ الأنبار محمد نوري ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان إلى جانب وفد نيابي من محافظة الأنبار. تضمن منهاج زيارة السيد السوداني بداية إلى مشروع محطة كهرباء الأنبار المركبة في ناحية الفرات التابعة إلى قضاء هيت، وعقد السيد السوداني في مقر المشروع اجتماعا مع الشركة المنفذة، وكذلك اطلع على سير الأعمال التنفيذية الجارية التي تعتبر قد وصلت إلى مراحل متقدمة بالإنجاز، وكذلك استمع السيد السوداني إلى طروحات الفريق الهندسي هنالك في المحطة الحرارية أو الدورة المركبة، ووجه السيد السوداني بسرعة الإنجاز على وفق المواصفات المطلوبة. وخاطب أيضا السيد السوداني خلال اجتماعه مع الكوادر الهندسية، خاطبهم بهذه العبارة حيث قال: لا أريد أي أعذار أو تأخير في نسب الإنجاز بعد أن وفرت الحكومة مستلزمات الإنجاز للمحطة. كما شهد الاجتماع أيضا الاطلاع على وضع خدمة الكهرباء في عموم محافظة الأنبار ومتابعة مشروع غاز عكاز الذي سيغذي محطة كهرباء الأنبار الدورة المركبة بالوقود بعد إنجازها، أي بمعنى الاعتماد على الوقود الوطني في تغذية محطة الأنبار المركبة من خلال استخدام الغاز الطبيعي المحلي من حقل عكاز الغازي وقودا لهذه المحطة، والتي ستسهم بدورها في تخفيف الأعباء والأحمال على مناطق التغذية الكهربائية الرئيسية، وبالتالي تغذية مناطق غرب الأنبار بالطاقة الكهربائية الوطنية من حيث الإنتاج وكذلك من حيث التوزيع. نعم. ويعني تعد محطة كهرباء الأنبار المركبة أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة، يعني بدأ العمل فيها منذ عام 2013، ولكن بسبب يعني احتلال عصابات داعش الإرهابية هي المحافظة توقف العمل بهذا المشروع لمدة 8 سنوات تقريبا، ولكن تم استئناف العمل بالمشروع عام 2022 إذ بلغت نسبة الإنجاز بهذا المشروع لغاية الآن هي 50%. تتكون هذه المحطة من 4 وحدات غازية بسعة 273 ميجاوات ووحدتين بخاريتين بسعة 275 ميجاوات، حيث ستقوم هذه المحطة أو هذا المشروع بتزويد الشبكة الكهربائية الوطنية بقدرة كهربائية مقدارها 1640 ميجاوات، تستفيد منها المناطق الغربية في غرب محافظة الأنبار، ويعني بالتالي ستخفف من الأحمال والأعباء عن مناطق تزويد الكهرباء هنا في المحافظة. نعم. بعد ذلك توجه رئيس مجلس الوزراء برفقة الوفد الزائر إلى مستشفى الرمادي التعليمي التي تم إعادة تأهيلها وافتتاحها في شهر فبراير لعام 2023، وبعد أن تعرضت هذه المستشفى إلى التخريب والدمار أثناء العمليات العسكرية ضد داعش، ولكن اليوم المستشفى عادت لتستقبل المرضى بعد إعادة تأهيلها. وأيضا يعني تضمنت زيارة السيد السوداني إلى يعني مركز سايلو الرمادي الذي يعني يكون فيه جمع الحنطة السنوية في محافظة الأنبار، وأكد السيد السوداني على دعم الخطة الزراعية السنوية يعني في عموم العراق وفي الأنبار تحديدا، وأكد أيضا نجاح التقنيات الحديثة في ري المشاريع الزراعية. وأيضا يعني هذه لغاية الآن الأحداث التي جرت خلال زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى محافظة الأنبار، ولكن هنالك أيضا منهاج يتضمن عدة زيارات في المحافظة، نحن بانتظار
وصول الأخبار لغاية الآن. نعم إذن أحمد، هذه بوادر جيدة لطرح المشاريع التي كانت متوقفة في محافظة الأنبار إلى الخدمة قريبا، ولكن هل تم تحديد موعد على سبيل المثال فيما يتعلق بمحطة كهرباء الأنبار المركبة؟ السيد السوداني وجه الكوادر الهندسية بسرعة الإنجاز وفق المواصفات المطلوبة، وكذلك وفق يعني المواعيد النهائية التي تم الاتفاق عليها خلال يعني إبرام عقد مشروع إعادة تأهيل المحطة الحرارية في محافظة الأنبار أو ما تسمى بالدورة المركبة. نعم، نود أن نشكرك على هذه الإحاطة، مراسلنا من الأنبار أحمد فلاح، شكرا جزيلا لك زميلي.